هدى، سمعنا عن مبادرة عاملينها على فيسبوك اسمها فاعل خير، فيك تخبرينا أكثر عنها؟ هي مبادرة إنسانية طلقناها يوم اللي توفت البنت الصغيرة بسبب نقص الدواء، وكانت بلشت من الأدوية الموجودة عنا بالبيت، وعملنا جروب على فيسبوك وبلشت تكبر المبادرة. هي المبادرة بتهدف انه نحنا كل حدا فينا عنده بالبيت دواء ممكن ما عم يستعمله بالوقت الحالي، ما قاله عاسته، احسن ما تخلص مدته عنا بالبيت، منقدمه مثل اعانة او تبرع لحدا ممكن بحاجته وما عم بلاقيه بالصيدليات، وكمان ممكن نحنا نأمن له دواء ومقابله طبعا ما عم ناخد بدل مادي، ولكن عم ناخد بداله دواء ان شاء الله، ظرف من عنده من البيت مفتوح في حبتين عنده، هو له استطاعة مادية ممكن يجيب لنا دواء جديد من الصيدلية بيقدمه بداله، يعني دواء مقابل دواء. ما في بيع وشراء؟ لا ابدا. ولا في حدا ممكن عم يروج يعني؟ في بعض الاشخاص طبعا ما بتخلى انه بينزلوا على الجروب وبيطلعوا هن بدهم يبيعوا ادويه ممكن مستوردينها او عندهم لغايه ماديه، نحن طبعا دغري هالاشخاص ريموف وبلوك عن الجروب، ونحن جروبنا يعني خالي من اي تجاره. طيب هلا هو الجروب يعني والشغل والتبادل هو فقط عن طريق الواتساب؟ عن طريق الفيسبوك، وحاليا عملنا جروب واتساب لانه اوقات الفيسبوك عم يعملنا بلوك، لانه هو بيشوف انه الدواء بس مجرد هو مفروض يتداولوا فيه العالم عبر الصيدليات، بس بما انه عنا بلبنان الصيدليات ثلاث ارباع غير متواجد الدواء، نحن عم نشتغل نتعاون ونتساعد نحن الأشخاص بين بعض لنقدر نأمن الأدوية يعني أكتر طريقة ممكنة. يعني هو الشغل مبادرة فردية تطورت صار في جمعيات عم يشتغلوا معكم في أو كيف إذا فيك تشرحي لنا؟ لا ما في جمعيات، هي مبادرة إنسانية فردية، وصار في عنا طبعا أيادي بيضاء لأنه إيد لحالها ما بتزقف، في أشخاص من برات لبنان ممكن عم يبعثوا لنا أدوية، في أشخاص بلبنان عم بيكون عندها فائض بالبيوت عم تبعث لنا، وهيك بس لا جمعيات ولا أبدا صيادلة ولا شيء. طب إذا في حدا قرر يعطيكم مصاري لتجيبوا دواء؟ نحن يعني مصاري أو أي شيء نقدي ما عم ناخد، نحن عم ناخد دواء مقابل دواء، واللي قادر يأمن دواء وما لازمه دواء لو يعني قرر يعطينا مصاري نحن عم نقول له لا، منفضل أنت تروح الصيدلية أو تبعت لنا أدوية محله، مصاري ما بناخد. كيف بيتم التواصل معكم حاليا؟ إذا عم تقولي عبر الماسنجر الفيسبوك عم بيوقفوه؟ عم بيوقفوا عبر الماسنجر عم يتم تواصل، وهلأ من يعني عن جديد عملنا جروب تواصل عبر الواتساب مشان قدر المستطاع نقدر نأمن الأدوية في حالة. طيب مثلا في ناس ممكن برات بيروت داخل بيروت كيف عم أو قراب عليكم كيف عم بيتم داخل بيروت؟ في ناس عم تجي وفي أيام أشخاص متطوعين يساعدونا بتوصيل الأدوية ضمن بيروت، خارج بيروت عم نعطيهم وقت شوي أطول من اللي موجودين ببيروت، إنه في حال بدهم يبعثوا دليفري أو هن يقدروا يجوا يأمنوا الدواء يستلموه من عنا، ونحن الدواء اللي كتير مطلوب ومقطوع عم نحاول نقسم العلبة لكذا شخص، يعني إذا فيها ظرفين ممكن إذا عليه طلب نقسم الظرف لاثنين أو ثلاثة مشان نقدر نساعد أكتر عدد ممكن. طيب مدام عندي سؤال، شو أكتر أدوية منا مش عم تقدروا تأمنوها؟ أكتر أدوية للأسف أدوية الكانسر، يعني هيدا الطلب اللي أكتر شيء ما عم نقدر نلبيه لأنه غير متواجد بشكل عام. طيب وشو أكتر أدوية عليها طلب؟ ضغط، قلب، سكري، وأعصاب، بس نحن أعصاب كمان ما كتير عم نفوت فيهم لأنه هول بيبقوا بدهم روشتات من حكيم، ويعني ما بنحط ايدنا بهيك مواضيع. طيب يعني الله يقويكم الله يسلمك، مزيد من شكرا من الخدمة الاجتماعية، يعني شو بنقول نحن بظروف
إذا ما وقفنا حد بعض ما في حدا يوقف حدنا. 100%. في عفوا سؤال نهائي، تفضل. في بتأمنوا حليب أطفال؟